مساء الخير. قد لا تعلم من أنا، وربما لا أعرف من تكون، ولا كيف وصلت إلى هنا للاستماع إلي، ولا كيف كان يومك. أنا متيقن أن لدينا أشياء مشتركة، وحتى لو لم تكن، أنت ربما تنتظر رسالة ما. تخيل معي أنك الآن تستمع لتلك الرسالة. أيا كان ما مررت به في يومك، عشه اليوم. غضبك، حزنك، ألمك، لا يجب أن يستيقظ معك غدا نفس الشعور أبدا. اتركه على سريري وابدأ يومك بتفاؤل وعزيمة وإصرار. عش يوما جديد، جديدا بمشاكله وهمومه وأفراحه وسعادته. فقط اترك الأمس في الماضي وامضي إلى الأمام، وافعل ما تحب. أتمنى أن تكون بخير.